اختار قدام كل الملف بتاعي لي اوت اه وهزارة تمام. مش هنزل. تمام. هو بس بالنسبة لكم ان شاء الله الترم ده هندرس الكباري المعدنية. تمام، ده اسم المادة. السيل عموما السيل تالتة ورابعة هو هو، يعني السيل ما تغيرش. المنشآت المعدنية هي حاجة واحدة، طريقة التصميم وطريقة التفكير هي حاجة واحدة. اللي عملناه في سنة تالتة المفروض نكرره تاني السنة دي بالظبط نفس الطريقة. نحسب السترينج اكشن، نخش نحسب الستريسز، نشيك على الشير، نشيك على البندنج، نعمل تشيك لاترال باكلينج. نفس اللي كنا بنعمله في السنة التالتة هنعمله السنة دي تاني، بس على الكباري المعدنية على الكوبري. والكباري عموما ما هي إلا كمرات، يعني لو فاكرين مثلا تصميم البيلن، تصميم الرافتر، نفس اللي عملناه هنعمله تاني. طب ايه الفرق؟ ما كان ممكن مثلا ننزل لكم مسألة مثلا في الشيت تصميم كوبري في سنة تالتة. ايه اللي اختلف يعني معانا السنة دي؟ اللي اختلف معانا مبدئيا السنة دي ان احنا هنستخدم كود مختلف. احنا السنة اللي فاتت او سنة تالتة استخدمنا كود ال ال ار اف دي. كود ال ار اف دي ده الكود اللي معاكم، والكود ده مبدئيا شغال احمال التيمت. يعني الاحمال بنيجي في الاول نقول ايه ان الديد مثلا في 1.4، نعمل حالة تحميل تانية اللايف يبقى 1.2 ديد زائد 1.6 اللايف. نعمل حالة تحميل تالتة ورابعة وخمسة وستة، ندخل فيهم أحمال الرياح، مرة ويند ليفت مرة ويند رايت. فالأحمال اللي كنا بنستخدمها هي أحمال ألتيمت. طب هنعمل ايه الترم ده؟ هنستخدم كود تاني اسمه ASD أو الـ Allowable Stress Design. الكود ده بيستخدم أحمال Working، يعني الحمل اللي معاك اللي انت بدأت بيه هتكمل بيه للآخر، مش هتضرب في 1.2 ولا 1.4 ولا أي حاجة، نفس الحمل اللي هيبقى معاك هتكمل بيه وتصمم بيه. تمام. والكود ده هو الكود الأساسي بتاعنا، يعني الكود اللي كنا بنصمم بيه زمان من بداية تصميمنا في الستيل كنا بنصمم بكود الـ ASD. تمام. كود الـ RFD هو كود جديد، انما كود الـ ASD هو الاساس بتاعنا، هو ده اللي كنا بدأنا بيه، هو ده اللي معظم الناس القديمة شغالين بيه. تمام. فان شاء الله هنستخدم كود الـ ASD. الديزاين بتاعه هو هو زي ما قلت لكم، هتعمل نفس اللي عملته، هتحسب السترنج اكشن، تحسب الشير، البيندنج، كل حاجة، المومنت، كل حاجة، تحسب التشيك بتاعك، تشيك على الستريس على البيندنج. كل اللي يختلف ايه على اللي عملته قبل كده هو القانون النهائي في الاخر. تفتح قانون الكود بتاعك الجديد، تشوف القانون النهائي بتاعك اللي بتقارن بيه تستخدمه. تمام. عايز شايك لا تعطوش عن باكلينج، تخش الكود قانون لا تعطوش عن باكلينج بيقول ايه، 1 2 3 تستخدمه. تمام. فمبدئيا كده اللي كان كويس في سنة تالتة او اللي ما كانش عنده مشكلة في سنة تالتة بتهيألي سنة رابعة بالنسبة له مش هتبقى مشكلة، الموضوع بسيط جدا وسهل. تمام. وهتلاحظوا ان الترم ده اسهل بكتير من تالتة، لان الدنيا في تالتة كانت مفتوحة شوية، يعني ممكن اجيب لك اي حاجة، ممكن اجيب لك اي شكل، ممكن العبك مثلا في شكل الفريم، شكل التراس، شكل قطعة الارض نفسها، اجيبها شكل يو، شكل ال. انما هنا لا، الموضوع بسيط، هو عبارة عن كمرتين شايلين جسم الكوبري. تمام. فمثلا لو انا حبيت مثلا اصنف الكباري بتاعتي هيبقى ليها 4 انواع او 5 كمان، زود عليها النوع الاخير بتاع الانابيب. اول نوع معايا هو الريلوي بريدج، الريلوي بريدج ده هو ده اللي هدرسه السنه دي ان شاء الله. ده كوبري مسؤول عن نقل القطورات من ناحية لناحية تانية. يعني مثلا جالي عائق مائي فأنا عملت كوبري، والكوبري ده مخصص إن هو أستخدمه في الكباري اللي بتنقل قطورات أو اللي هتشيل قطورات. تمام. النوع التاني اللي هو رودوي بريدج، ده الكوبري العادي اللي بيبقى طريق أسفلت عادي بين العربيات ومشاة وهكذا. الكرين بريدج اللي هو كوبري الكرين، يعني مثلا كوبري متشال عليه كرين بيتحرك. هتلاقي مثلا زيه في معمل خرسانة مثلا، ما اقدرش اقول عليه كوبري قوي، يعني هو عبارة عن كمرتين متحركين
شايلين كرين، كاميرا كده شايلة كرين، يعني كاميرتين كده معلق عليهم كرين وبتتحرك، تمام. عايز تعتبرها كوبري او تعتبرها كاميرات متحركة عادية براحتك. انت اساسا درست تصميم الكرين في سنة تالتة برضو، يعني خدت حاجة عليه في سنة تالتة. الفوت بريدج هو كوبري المشاة. كوبري المشاة ده هيتعمل واحد زيه قريب في شارع البحر، في نص شارع البحر هيبقى فيه كوبري مشاة قريب هيتعمل. هو كوبري بس مساحته صغيرة شوية، مسؤول بس عن نقل ايه الأفراد، ما بيعديش على العربيات. الاختلاف ما بينه وبين الكوبري التاني اللي هو الرود بريدج ده، إن ده بين المشاة فقط لا غير، ما بينقلش عربيات. البريتش كارينج بايب كوبري بس بعمله على عائق مائي، إن أنا عايز أنقل مثلا ماسورة من ناحية لناحية تانية. لو أنت طلعت على بوابة الكلية هتلاقي كوبري زيه كده، حاجة صغيرة كده بس شايلة ماسورة بتوديها من ناحية لناحية تانية، تمام، وموجود زيه على بوابة الكلية. بالنسبة لنا مبدئيا احنا هناخد ايه الترم ده، هناخد الريلوي بريدج. في انشاءات خدوا الترم الاول ريلوي بريدج والترم الثاني رودوي بريدج، انما بالنسبة لكم انتم مطلوب منكم النوع الاولاني بس اللي هو الريلوي بريدج، الكوبري اللي بينقل قطارات او الكوبري اللي شايل قطارات. لو حبيت تصنف الكباري تاني على حسب نوع الكاميرا بتاعتي الأساسية، الكاميرا الأساسية اللي هي ايه مبدئيا اللي هي بالشكل ده كده. الكوبري بتاعي عموما بيبقى عبارة عن كامرتين بسميهم المين جردر، واحدة يمين واحدة شمال، دي الكاميرات الأساسية اللي شايلة جسم الكوبري كله وشايلة كل حاجة، تمام، في اليمين وفي الشمال زي ما انتوا شايفين كده. شايلة بقى بقية الأجزاء، بقى حاجة اسمها كروس جردر، حاجة اسمها سترينجر، شايلة بعد كده اللي هو فلانكات بتاعة القطر، شايلة القطر نفسه، كل حاجة بقى جوه القطر. في الآخر حملها هيروح للمين جردر دي، الكاميرا اللي في اليمين وفي الشمال، فأنا بسميها مين جردر أو الكاميرا الرئيسية، تمام. أنواع إيه بقى الكاميرا الرئيسية دي؟ يا اما تبقى الكاميرا الرئيسيه دي عباره عن بليد جردر، يعني كاميرا بليد جردر يعني كاميرا على شكل حرف اي بالشكل العادي جدا، تمام، بنسميها بليد جردر، بتبقى عباره عن بليتات متجمعه، تمام، لان الدبس بتاعها بيبقى دبس كبير شويه، انت ممكن يوصل الدبس مثلا 3 متر وممكن على 3 متر كمان، واخد بالك، كوبري دبسه 3 متر. في جدول القطاعات بتاعك استحاله تلاقي كوبري، تلاقي قطاع اي 3 متر، تمام. فاحنا بنضطر نستخدم حاجه اسمها بليت جردر او ايه كاميرات عباره عن بليتات مجمعه، 3 بليتات ولحمتهم في بعض على شكل حرف اي وسميتهم ايه ايه بليت جردرز، تمام. طبعا لسه الكلام ده بالتفصيل، هندرس ازاي بنصممه وازاي بنلحمه وكل الكلام ده هناخده، بس مبدئيا نبقى عارفين النوع الاول بتاعنا اللي هو بليت جردر، وهو اللي هنشتغل عليه الترم ده ان شاء الله. النوع التاني ممكن اخلي الكاميرا الرئيسية دي او المين جردر بتاعتي اخليها على شكل ترس، الترس برضو هو كاميرا، تمام، يعني ممكن اخلي بدل ما اعمل بليك جردر كاميرا على شكل حرف اي اخليها كاميرا ترس، عناصر ترس مكونة من ترس. ممكن اعمله بوكس سيكشن، اخلي الكاميرا بتاعتي عبارة عن بوكس مربع او مستطيل مفرغ، تمام، والتحمل بتاعه بيبقى قوي جدا يعني متستهنش بيه. ممكن اعمل خليط مثلا كومبوزيت جردر، ان انا ممكن اجيب قطاع الاي او قطاع ربي البوكس ده اللي هو المقفول ده اللي هو شكل مربع او مستطيل او ايا يكن، واملاه خرسانه من جوه، يبقى انا استفدت من ان القطاع بتاعي المفرغ ده اللي الانش بتاعته قويه، كمان زودت القوه بتاعته بان انا مليته خرسانه، حطيت جواه خرسانة بقى قطاع كومبوزيت، تمام. وليه أشكال كتير جدا وليه أنواع كتير، ممكن تدور عليه على النت يعني وتشوف أشكال كتيرة جدا جميلة يعني. المهم بالنسبة لنا احنا ايه مطلوب مننا الترم ده، اننا نصمم الريلوي بريدج اللي هو النوع الأول فوق، وتحديدا الكاميرات بتاعته بليد جردر بريدج، يعني الريلوي كوبري سكة حديد ونوع الكاميرا الرئيسية بتاعته بليد جردر، تمام. ومن قبل ما نخش في المنهج، يعني
الكوبري السكة الحديد ممكن تبقى المين جردر بتاعته بأي شكل، يعني مش لازم عشان احنا خدنا الترم ده ان المين جردر بتاعتي نوعها بليت عبارة عن بليتات، معنى كده ان كل الكباري المعدنية بتبقى كده، او معنى كده ان كل الكباري اللي شايل قطورات هتبقى كده، لا ممكن يبقى كوبري قطورات عادي ونوعه نوع المين جردر بتاعته ترس، ممكن يبقى كوبري قطورات عادي ونوع المين جردر بتاعه بوكس سيكشن عادي جدا، تمام. بس احنا في الترم ده هنركز بس على نوع واحد، والباقي انت ممكن تدور عليه او ممكن تبقى ايه بالتماثل ما بينه وبين بعض كده، تدور على مثال او تشوف حاجة بره، تمام، او لو حد عايز يجرب ويسألني فيه براحته يعني. لكن المطلوب منك واللي انت هتمتحن عليه هو الريلوي بريدج، نوع الكاميرا بتاعته بليت جيردر، تمام. بالنسبة للانشاءات خدوا في الترم الاول ريلوي والترم الثاني خدوا رودوي، بالنسبة لكم انتم هيبقى ترم واحد بس هتاخدوا فيه الريلوي بريدج بليت جيردرز زي ما قلت لكم، تمام. مكونات الكوبري ان شاء الله هنتعرض ليها الاسبوع الجاي، فانا هخليها احسن السكشن الاسبوع الجاي في رسمة اللي اوت، ولكن مبدئيا نبقى عارفين ان في حاجة اسمها مين جيردر في اليمين وفي الشمال، شايل عناصر تانية ثانوية اسمها كروس جيردر وسترينجر، هي مش ثانوية هي تعتبر رئيسية يعني، بس بالنسبة للمين جيردر هو اهم حاجة بالنسبة لي ان هو ايش كل الليلة دي. هناخد ان شاء الله الاسبوع الجاي رسمة اللي اوت والتفاصيل بتاعتها وكل حاجة، فانا هسيب الجزء ده الاسبوع الجاي ان شاء الله، تمام. مبدئيا بس احنا خدنا النهارده ان شاء الله اللي هو ايه ازاي الفرق ما بين السنه الثالثه والسنه الرابعه، وهندرس الترم ده مع بعض ان شاء الله، تمام. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ حد مش فاهم حاجه؟ ما خدناش حاجه يعتبر لحد دلوقتي. حد عنده استفسار؟ مهندس تمام. صار قدامكم ملف الوورد ده تايم سكيدول، ظاهر هندسة. تمام. مبدئيا بس كل سنة في رابعة بيحصل مشكلة كبيرة، يعني الناس بتبقى مش متعودة على النظام في رابعة. النظام بقى بتاعنا ماشي ازاي؟ احنا بنسلم مبدئيا في مواعيد، يعني كل محاضرة كل سيكشن بينزل لك جدوله، تبقى انت عارف من الاول انت هيشرح لك ايه في ميعاد السيكشن، تمام، عارف ميعاد محاضرة ايه، عارف ميعاد التسليم بتاعك ايه، فينزل لك ان شاء الله جدول موضح عليه ميعاد التسليمات ميعاد السكاشن ميعاد الكويزات. الترم ده ان شاء الله عندك 2 كويز، واحد قبل الميد ترم وواحد بعد الميد ترم، والكويز بتاعك مهم جدا وعليه درجة كبيرة، ممكن مثلا يبقى 4 درجات او 5 درجات بس درجة كبيرة يعني، تمام. فالكويزين اللي هينزلوا لك حاول تركز فيهم، يعني حاول تركز في الكويزات اللي هتنزل لك، هتبقى طبعا عارف الميعاد وعارف امتى هتمتحن وكل حاجة هتبقى عارفها يعني، تمام. تسليم الشيتات برضو بمواعيد، يعني انا ان شاء الله هنزل لك جدول الاسبوع الفلاني مثلا الاسبوع الاول التاني التالت ايا يكن، في الاسبوع ده تبقى انت عارف انك هتسلم الشيت، طب الاسبوع اللي بعده هيبقى خلاص درجتك اتقفلت، واخدين بالكم. فلو سمحتوا ايه هنلتزم بالمواعيد اللي هتنزل في الجدول ده في السكيدول ده، ميعاد السكشن ملتزم بيه، ميعاد التسليم ملتزم بيه، ميعاد الكويزات طبعا هتبقى عارف، مش هاجي قبل مثلا قبل تسليم الشيت اقول لك ايه تسليم الشيت الاسبوع الجاي، لا انت عارف من الجدول اللي معاك ان في ميعاد تسليم الشيت الاسبوع الجاي، فانت مجهز الشيت وهترفعه لي على الاسايمنت، تمام. نظام السكيشن بتاعنا يمشي بعد المحاضره باسبوع، يعني مثلا اللي اوت المحاضره بتاعت الاسبوع ده اللي هي يوم الاربع، الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاحد هناخد اللي اوت ديزاين السترينجر، الاسبوع اللي بعده هناخد ديزاين السترينجر في السكاشن، وهكذا ماشيين اسبوع اسبوع مع المحاضره، تمام. ان شاء الله مثلا الاسبوع الجاي ناخد اللي اوت، الاسبوع اللي بعده هتسلم شيت اللي اوت، يبقى انت عارف اهو من قبلها بفتره طويله، تمام. ما فيش حاجة تانية إن شاء الله، يعني الجدول ده إن شاء الله ينزل لكم بالمواعيد بتسليمات وكل الناس هتلتزم بيه وما فيش فيه أي مشكلة يعني.
بس عشان ايه نظام جديد عليكم، في ناس في الاول مش تبقى واخد على النظام ده، تمام؟ مفيش بس كده. في بس حاجة تانية أقول لكم عليها، غالبا غالبا يعني هيبقى السكاشن في الكلية إن شاء الله، غالبا لحد دلوقتي، تمام ده معايا؟ هيبقى من امتى هندسة؟ غالبا يعني من أول أسبوع الجاي. السرعة دي ما شاء الله. أنا اتغير بقول لك المواعيد بقى يا لحد، باشمهندس؟ أنا مش عارف، أنا لسه برضو متبلغ بالموضوع ده، لسه عارف الموضوع ده. المفروض احنا كنا هنكمل اونلاين زي ما احنا، بس في كلام يعني بيقول ان احتمال كبير نبقى في الكلية السكاشن، المحاضرات زي ما هي مفيش تغيير في المحاضرات، انما السكاشن احتمال كبير تبقى في الكلية. هنحاول نلغيها، هنحاول نلغيها. انا معاك، واتمنى بصراحة ان احنا نكمل اونلاين، عشان نبقى تمام. احنا متاحين وانتوا كمان متاحين يا باشمهندس. اتمنى يا باشمهندس، اتمنى الموضوع بيتهيألي ابسط بكتير لما نبقى في البيت احسن، راحتك النفسية وتعبك والكلام ده بيبقى أقل شوية، يعني راحتك النفسية تبقى أكتر وتعبك بتبقى أقل من السفر ومن المرواح والمجاي. لأ أنا شايف إن الأونلاين أفضل بكتير يعني، هو ده بيبقى بس على أنا حبيت سكاشن أنبه بس. الستيل بس، سكاشن لا الستيل بس لأ كله